انا بس عايز اتكلم على البرلمان الاول. اتفضل. يعني لما يبقى في برلمان ايوه وفي لجان شعبيه تحرسه، دي فوضى. فين حبه الدوله؟ ده كلام. والناس لا، ما احنا كنا ابو العز اهو كان بيقف معايا قدام مجلس الشعب. ليه الاخوان والعسكر ايد واحده؟ زعلان ليه؟ لا ده كلام ما ينفعش يا عم ابو العز. احنا كنا بنقف انا وابو العز قدام مجلس الشعب القديم اللي احنا كنا بنقول حكم استبدادي وكده وبتاع، ما حدش كان يقدر امين معانا اهو. كلنا كنا بنقف قدام مجلس الشعب. يعني ايه لجان شعبيه؟ امال فين الدوله؟ فين الشرطه؟ فين المجلس العسكري؟ الله، هو كلام وخلاص؟ يعني في حاجه، في فوضى كده؟ في فوضى كده في الدنيا ان يبقى في لجان شعبيه الواقفه تحمي البرلمان؟ تحميه من مين؟ تحميه من الشعب؟ يبقى البرلمان ده يمثل الشعب يا ابو العز؟ لا، ما لهاش لجنه شعبيه، لجنه اخوانيه. لا، سميها زي ما انت عايز. هم مسمينها شعبيه معناها كوكتيل من البشر. لا، هم الاخوان اللي قاعدين شغالين. هم حرين يقولوا هم عايزينه. انا بحاول. كوكتيل من البشر من نوعيات مختلفه بتأدي مهمه عامه. انما دول جايين، لو سمحت يا استاذ جورج، جايين يأدوا مهمه خاصه لهدف معين ليشعروا الناس ان هم اللي بيحموا البرلمان والبرلمان في حمايتهم. يحموه من مين يا ابو العز؟ يحموه من مين؟ يحموه من الناس اللي انتخبوهم؟ الله، يبقى حاسين بانه هم عاملين حاجه مش مظبوطه؟ ناس رايحه تقدم مطالب تسمح لهم بهذه المطالب؟ يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ لا، ده منظر سيء جدا النهارده. الحقيقه احنا عملنا مداخله تليفونيه وكان معنا الدكتور ممدوح حمزه، وعملنا مداخله تليفونيه مع متحدث اعلامي باسم الحريه والعداله صحفي الاخ محمد سعيد، وقال احنا فعلا كنا رايحين نحمي. فانا سالته الحمايه، هل الحمايه من واجبات الشرطه والمؤسسات في الدوله؟ فقال لانه كتب على الفيسبوك وكان في اشاعات ان في ناس هتروح تهاجم النواب، واحنا الشعب بنحمي يعني شباب الاخوان. بس هو قال شباب الاخوان كونوا لجان شعبيه عشان يحموا النواب، لان اتقال ان في تهديدات. قلت له لا، ده دور الشرطه. بس هو قال حاجه بقى مهمه جدا، قال في 15 منهم تم اصابتهم. ما حدث يعني حدث تم الاعتداء عليهم في 15 منهم اصيبوا، بيقول لك اصيبوا باسلحه بيضاء وبعصيه كهربائيه اصاعقه. طب ما انت واقف ليه؟ انت مالك انت؟ فين الدولة؟ مين اللي فين شايل الدولة؟ وهو سوار شايلين أسلحة بيضاء؟ فين الدولة؟ فين الدولة؟ أنا بتكلم دلوقتي على موضوع تاني. فين الدولة؟ الناس جاية من التحرير عايزة توصل رسائل معينة. اللي عايز يوصل رسائل معينة كان ممكن المجلس يطلع 10-15 نائب يطلعوا يستقبلوا الناس مثلاً، وياخدوا وفد منهم 3-4 ويقعدوا معاهم باحترام ويسقوهم شيء. صحيح. إيه طلباتكم في كذا كذا كذا؟ لأن المجلس ده، الميدان ده، هو اللي عمل الثوره دي كلها، هو اللي غير البلد كلها، هو اللي بيغني في المجلس، كلهم قاعدين يغنوا قولوا للشهداء والمصابين، قولوا لهم ده ما كناش جينا هنا. فلما تحصل حاجه، انا بتكلم بس عشان بكره كمان وبعده، ده هيتكرر. الميدان مش هيسيب البرلمان، يا اما البرلمان يبقى على شرعيه الميدان، يا مش هيسيبه وهيسقطه في الاخر. فاحنا عايزين تعاون عشان كده. بس هي نقطه انا عايز اسال، انتوا كنواب يا فندم دكتور محمد، هل هتدركوا المساله دي؟ هل فكره ان تتكون لجان شعبيه، يعني لما حصلت اللجان الشعبيه كانت بتحمي مصر، كان كل مصر مره تاني. واحده في يوم واحده. لا، ده موضوع اخر زي ما بيقول ابو العز، كان حدث انهيار للداخليه. ايوه. طب النهارده انتوا هتتركوا ان ده وزير الداخليه كان جوه احزاب، يعني حزب الحريه والعداله، حزب الوفد، كان كل حزب يكون اللجان الشعبيه بتاعته؟ لا، عمليه خطيره. هل ده هيترك؟ هي عمليه خطيره، اول مره العالم شاف لجان لاحزاب كان قمصان السود بتوع موسوليني. يا ساتر يا رب. وبعد كده كانوا الشباب الهتلري في، دي اول مره العالم كان يتفرج على احزاب ابتدت تدخل القمصان السود بتوع موسوليني، وبعدين موسوليني والشباب الهتلري، وتم نقل العدوى الى مصر في هذه الفتره. مصر الفتاه والاخوان ايضا كان لهم، فهي الخطوره اللي حضرتك بتخلي دراع كشافه وكده. بالظبط، الخطوره اللي بتخلي دراع جيش في مع حزب، دي منتهى الخطوره. يعني عندك حزب، الحزب اصبح هو بالظبط زي حزب الله، بتعملي له جيش يعني زي حزب الله، زي حماس، ميليشيا، يعني ميليشيا بالظبط. يعني هذا بتاع بيحصل ميليشيا، ونتيجه العمليه دي منتهى الخطوره. لان طبعا لو فرض او زي الكتائب، يعني ابتدى، يعني لو فرض النهارده حصل خلاف، نفترض بين مثلا الاخوان، احنا ما عندناش للاسف في الوقت شباب، لكن بمعنى اللجان الشعبيه. لكن صوري حضرتك لو بكره الصبح حصل خلاف بين الاخوان وبين السلفيين، هيضرب بعض.
هيبقى عندي في مصر النهارده جيشين، جيش صغير وجيش صغير، وهبتدي ده يحمي نفسه، يجيب سكاكين، يجيب سيوف، يجيب مسدسات، هندخل في صراع لا يعني مش مصلحه الامن اطلاقا. انا كنت اتصور يا استاذه انه بعد احداث يوم الجمعه والمنصه يبقى في مراجعه من الاخوان لموقفهم، انهم بعد ما بدوا ان هم واخدين موقف معاكس في الميدان وحصل تاتش بين الاثنين ما هواش ظريف، كنا يعني نوقف هذا المد. فالنهارده حتى لو كنا احنا محتاجين الداخليه عاجزه عن ان نعمل حاجه واحنا عايزين نحمي الميدان، يا جماعه نوعيات مختلفه من يعني احزاب مختلفه اتصرفوا، كنا هنجيب برضه شباب وكل حاجه بس مننا كلنا، يبقى في كتله من الناس كلها، احنا كنا كان ممكن نطلع نقابل الناس زي ما قلت وياخد منهم طلباتهم وحاجة، وما كانوش هيزعلوا، ده بالعكس هم كانوا جايين يوصلوا رساله يعني. وبعدين قبل كل الجوانب عن المجلس ما عدا الحته بتاعت لازوري، واللي يروح هناك يلاقي جيش واقف يصد بحجه انه بيحمي البرلمان، انا رايي ده تصرف ما هوش ذكي، واعتقد انه الاخوان مطالبين بانهم يراجعوه، لان ده سكه لو مشوا فيها لو مشوا فيها معناها ان هم بيحطوا نفسهم في مواجهه كل الجموع الهادره من البني ادمين اللي في الميدان، واللي جايين بقى حاجات بيسموها فئوية مطالب بتاعتنا. ده مليون واحد هيروح لهم بقى. هتقعد انت بقى تشتبك مع كل الناس اللي هي مطالب، هتعمل ايه يعني؟ هيبقى حتى هم يخسروا سياسيا. صحيح. في النقطه دي يا دكتور محمد ما تنفعش يعني. الحقيقه احنا يعني عايزين نسمع برضو من الشباب الاخوان يكلمونا يقولوا لنا يعني يبرروا لنا وجودهم، لان الاخ محمد سعيد قال احنا رايحين لحمايه النواب. محدش يحمي النواب من المنتخبينهم، ازاي يعني تيجي ازاي؟ طب انا طالع امال الناس انتخبوهم مش دول نواب الشعب؟ علينا احنا دول اولا دول مش نواب الاخوان، دول نواب الشعب دلوقتي. ابو العز ما يقدرش يقول انا بتاع الثوره، مستنبي يقول انا بتاع الشعب، هو امين يقول كده. نواب الشعب دول بتحموهم من منتخبيهم؟ لا، تبقى ايه يبقى ايه المجلس ده؟ ده حتى يحط من شان المجلس يا راجل ويقلل من قدره، ده كلام. الحقيقه يعني في اخبار كثيره جدا خاصه بالمجلس النهارده، كان في احداث كثيره طبعا، خطاب رئيس الوزراء ووزير الداخليه لاول مره من 14 سنه نشوفه في الداخليه، لكن ايه اهم المواقف اللي حصلت وانتخاب اللجان طبعا النهارده، ومعانا قائمه باللجان طبعا، في اكتساح للجان كرؤساء للجان من حزب الحريه والعداله. نعم، وكان في انتخابات. ما كانش في انتخابات؟ كان بالتزكيه. بالتزكيه. ولذلك الحزب الوطني يا استاذه كان بيجي قبل كده على الباب اللي هو الباب الفرعوني، فيه عمودين كده تشوفهم حضرتك، كل باب يتحط عليه ورقه زي دي، اللجنه الرئيس والوكيلين والامين السري، وهم اللي بتوع الحزب الوطني يروحهم يحطوا صوتهم لهم وسلام عليكم. طيب. انت ترشح ما ترشحش سلام يعني ملهاش قيمه عندك. فانا عشان كده احنا قطعنا مثلا مجموعه الاحزاب اللي هي المدنيه والديمقراطيه ديت، قطعت امبارح بعد ما زعم في المسا تقريبا ان الوفد مشارك، فحد من اخواننا في الوفد طلع قال لا احنا برضه عندنا موقفنا ومقاطعين. فاذا كان المجلس بادئ بهذه القطيعه وهذا الاستحواذ والاقصاء والابعاد، يبقى ده مش مناخ يعني. هو عارف حضرتك هي اللي بتصدق عليها نظريه التعسف استعمال الحق. التعسف يعني استعمال الحق. انا عندي حق الا وهو حق الاغلبيه، ممكن اخليه، ممكن كمان يخلي الكلام جوه المجلس بالاغلبيه، الاغلبيه تقول فلان ما يتكلمش ما يتكلمش. ده مش المنطق، المنطق انت في اللجان المفروض انك تختار الاصلح، المفروض تيجي على لجنه وتقول انا شايف ان سين من الناس اصلح هذه اللجنه، وبالتالي بحط في اللجنه دي عشان انا بستفيد منه، انا كبرلمان بادي دوري من خلال لجان كويسه، بصرف النظر عن انتماءاتها الحزبيه. لان يوم ما بنقعد في اللجنه بننسى انتماءاتنا الحزبيه وبنتكلم عن ما نراه لصالح البلد، فالمفروض ما تبقاش المساله قرب الشخص من الاغلبيه هو اللي بيحدد مدى دخوله في اللجنه وعدم دخوله. فمساله طبعا احنا كحزب يعني ما امتنعنا عن الدخول، كنا اول الاحزاب حزب الوفد. قيل انهم امتنعوا، كان عندنا الاستاذ عصام شيحه امس وقال ان الوفد هينسحب من اللجان، ووراني البيان اللي الوفد اصدره، وقال احتراما اننا هندي الاحزاب، ان الوفد قال كده في البيان انا قريت، انه هندي فرصه للاحزاب الجديده انها تمارس، انها يعني تمارس الديمقراطيه وتلعب بدورها. طبعا ده عليه علامه استفهام، لان هو
مش حكاية فرصة لحد يتعلم يعني. هو ماتش احنا فاتحين ملعب كورة. لا هو عشان يضرب ايه ويعمل ايه؟ لا الصورة عشان الصورة اللي تبقى سليمة. حضرتك احنا لما حصل الموضوع ده احنا تقدمنا ويعني انا تقدمت لرئيس المجلس وقلت ان احنا بننسحب وانسحبت. المسألة طبعا اضطرت تتحط قدام الهيئة العليا، ولما تحط قدام الهيئة العليا كان مطلوب ان رئيس الحزب عندنا يتصل بالاخوان ويقول لهم ان انا سين من الناس هيتفاوض باسمي، او يقول لهم انا عاوز لجان كذا وكذا وكذا. فالصراحه طبعا اللجنه كلها ورئيس الحزب نفسه وجد ان ذلك مش ممكن انا النهارده اسمح لنفسي اكلمه اقول له ادوني مطرحين او ثلاثه واربعه، فبالتالي ما حصلش ده. ومن ناحيه ثانيه بالظبط، ومن ناحيه ثانيه قلنا احنا كمان مش هنشترك في الـ الـ في الـ في الانتخاب اللي عملنا الاثنين. يعني وجدنا انها مساله ما يعني عارف حضرتك خطا كبير جدا ان حزب يتسلط على البرلمان، لان الاخطاء اللي هتحدث مش هتتوزع، هيبقى هو قدام الشعب لوحده. يعني هشيل الشيله لوحده. الزكاه كان المفروض انه يحاول يدخل مع عدد كبير عشان لو فشل يبقى الفشل متوزع على كذا واحد، ما يبقاش هو لوحده. النهارده هو بقى هو لو حصل وما نجحتش الدوره دي في انها تجيب المطالب اللي الشعب عاوزها، هيبقى هيشاور عليه هو اللي اخطا في الاختيار. بس احنا كشعب عشان مش فاهمين التفاصيل اسمحوا لي انا اتكلم باسم رجل الشارع. يعني هل من حق حزب الاكثريه انه ياخد بالتعيين وبالتزكيه؟ لا ما حدش قال، ولا ان المفروض تبقى في انتخابات؟ لا هو واخدها بالانتخابات، طبعا. وانتوا انسحبتوا، طب ما انتوا كمان غلطانين. مش انتخابات يعني، ما انتوا بدل انسحبتوا. انا بقول الشكل لو سمحتي لي، الشكل اللي بيتم بيه هو شكل انتخابي، لكن احنا من يما كنا هنا كان الحريه والعداله في الهيئه العليا بتاعه الحزب والهيئه البرلمانيه طلعوا كشف التوزيعة. أيوه. ده امتهان للمجلس. يعني حتى لو انت هتذكر ما تعلنش كده، مش قبلها بيوم، ده من الاسبوع اللي فات. ايوه ليلتها كنت مفروض النهارده الصبح كانت الحريه والعداله الجورنال جايب التوزيعة كلها موجوده فيه في الصفحه الاولى. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت هل هم حقهم القانوني ان ياخدوا الاغلبيه؟ الاغلبيه اللي جايه؟ لا يا فندم، زي ما تقولي حضرتك لما تكون واحد في مجلس اداره شركه، ما هو لو انا عندي 51 من الاصوات اقدر اعمل كل اللي انا عاوزه في الشركه. لكن معنى هذا ان انا احط كل الناس من عندي؟ لا، في برضه في اللجان المختلفه اللي تنبثق عن المجلس لازم يتحط الاعتبار لمساله حق. وفي نظريه في القانون اسمها تعسف استعمال الحق، ما فيش شك ان حقه هي ضريعه من كده، لكن هل ده صح؟ دي مساله ثانيه. طيب الاستاذ امين اسكندر، الاحزاب اللي دخلت التحالف الديمقراطي، يعني حزب الكرامه كان في التحالف الديمقراطي مع الحريه والعداله، كيف كان يعني تمثيل هذه الاحزاب في اللجان؟ شوف انا بس عايز خليني اقول رقم واحد. أيه؟ تعليقا على الاحداث اللي تم اثارتها امام المجلس اليوم والاصابات التي وقعت. الامن مهمته، الاصابات التي وقعت مالهاش دعوه بدراعك. لا مالهاش خالص. الامن مهمته حفظ النظام وحمايه المجلس. ايوه. محدش يجي يقول لي ان في لجان شعبيه هتعمل هذه المهمه. مش مهمتهم. مش مهمتهم، وخلينا ندير حوار سياسي عقلاني ومحترم. بدون شبهات. بدون ما نقول ان دول بيشتغلوا في مهمه الامن والامن خارج اللعبه ويتم كلام من هذا القبيل. مش مقبول على تيار سياسي اسمه الاخوان المسلمين له دور واصبح له اكثريه في المجلس انه يلعب هذا الدور. فخلينا ننهي هذه المساله. النقطه الثانيه ان اصحاب الاكثريه عشان نبقى برضه منطقيين، عشان نبقى منطقيين، بيحاولوا انهم يضمنوا طريقه التصويت. فعملوا حلف مع حزب النور. الحلف ده ادوله وكيل اول. طب ما هم ادوا للوفد. ادوا الوفد وكيل تاني. أيه. ببساطه. واعطوا بعض اللجان العليم داوود والاستاذ اشرف سالم. طبعا. واعطوا بعض اللجان لاعضاء في التحالف، وعرضوا لجان على اعضاء غير التحالف.
بس تم رفض هذا. يعني زياد بهاء الدين مثلا عرض عليه اللجنه الاقتصاديه، لكن حزبه قرر انه ما يدخلش هذا الكلام. هلا طب ما هم عرضوا على الناس بقى، يبقى حرام عليك. انا بقول لك بوضوح، انا بقول لك بوضوح. طب ايوه انا طبعا يعني هم فعلا عشان نبقى حقانين عرضوا على الناس اهو. عرضوا ايه بقى؟ ما هو المشكله عرضوا ايه؟ بس انا بس انا انا اكمل بس اكمل. انا تقديري وانا من اصحاب وجهات النظر اللي بتقول ان عضو مجلس الشعب يكفي العضويه تكفي لاداء الدور. اللجان والكلام ده كلام نوعي، ده كلام تخصصي. ورئيس لجنه او ما فيش رئيس لجنه، انا رايي مش هي دي المشكله. المهم اداره اللجنه، لا إدارة المجلس شكلها إيه؟ إدارة المجلس شكلها هل هتبقى إدارة منجزة؟ هل هتبقى إدارة ديمقراطية بشكل حقيقي ولا لا؟ إحنا على سبيل المثال ده ثالث يوم بنناقش حقوق الشهداء والمصابين، واتقال الكلام عن الجد، وشاهدنا نفس نماذج الحكومة اللي أنا البليدة اللي بتيجي مش محضرة الهوم وورك بتاعها، مش محضره الواجب. ببساطه بيقول لك شويه كلام انشا كده، استثناء الحقيقه وزير الداخليه اللي جه يعني مهتم وقال كلام في قدر من المعقولين. صحيح حدث ردود، وكان بعضها ردود قاسيه جدا وعنيفه على رئيس الوزراء او على وزير الشعب والشورى او على كل الذين تواجدوا النهارده، لكن احنا امام ظاهره لاول مره بيجي وزير داخليه يمثل امام البرلمان، ورئيس وزراء نطلبه فيجي، ووزير صحه نطلبه فيجي. هم كانوش بيروحوا قبل كده؟ لا كانوا بيجوا، كانوا بيجوا، كانوا بيجوا، بس وزير الداخليه ما كانش. وزير الداخليه ده يعني كان راسه براس وزير الدفاع، ودول ما كانوش بيجوا. وزير الداخليه كان على راسه الجيش. ايوه ببساطه. انا بس عايز اقول ايه، انا فكرة الوفاق، فكرة التوزيع لبعض اللجان دي فكرة ناتجة مش مفروض على الأكثرية أن تفعلها، مش صحيح. صحيح، لكن موائمات المرحلة تستوجب ذلك. يعني هنا الفهم للمرحلة. إحنا في مرحلة خطيرة، البلد في مرحلة خطيرة. أنا رأيي زي ما قال الدكتور كامل، إحنا محتاجين نشيل مع بعض الشيء. هو عنده طبعا كوادره وعنده قياداته وعنده مسؤولين وكلهم عايزين ياخدوا الجان برضه، كل هذا الكلام. لكن انا ما بعتمدش دي هي القضيه. انا بعتبر اداء العضو هو القضيه. اما بشان الوفد، منذ ان دخل التحالف وخرج من التحالف وهو موقفه متذبذب ما بين القبول وما بين الرفض في هذا الكلام، ما بين القبول وما بين الرفض. في قلب القوائم كان يطالب بنسبه تساوي الاخوان المسلمين الحريه والعداله. ايوه. ده ايام التحالف الديمقراطي قبل الانتخابات. وبعدين اختلفوا. ودخل حوار حول اللجان واخذ وكيل. واظن الاخت مرجيت يعني حصل صفقه. لا لا ما حصلش. لا 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 موجود في قلب الحوار. انا عايز اقول لك ان في صفقه حصلت. بس مش دي قضيتي. ده انا عايز بس انا عايز بس حزب النور اخذ وكيل والاخت اخذ وكيل. انا عايز بس اسال الاستاذ امين. ايوه. طب انت بتتكلم على الملائمه والموائمه اخذ ايه حزب الكرامه وهو حليف للاخوان؟ لا اولا احنا مش حلفاء الاخوان. لا خد الكرسي ده. لا احنا مش حلفاء الاخوان. احنا هيئه، ده تحالف انتخابي وشكلنا اليوم هيئه برلمانيه. تحالف انتخابي مش تحالف سياسي. طيب بياخدها سعد عبود كويس النائب، واخد لجنه شؤون عربيه، لجنه شؤون عربيه محمد سعيد ابراهيم ادريس، واخد وكيل القوى العامله للمناضل كمال ابو عيد. أيوة. يعني انت بتتكلم على لا مش هي دي. انا عاوز اوضح نقطه بس. انت بتتكلم على الموائمه يا انا بقول لك ما فيش موائمه. انت جوه ما انا بقول لك ما فيش موائمه. حضرتك كان تحالف انتخابي مش تحالف سياسي. الحق الاكثريه في وضع ثوري زي ده يعني نفس السياق. انا ما بتكلمش، انت بتكلمني عن ثوري فين؟
فين مين اللي ساودي؟ الله، مش البرلمان ده ما بعد الثوره يا امين؟ ما بعد الثوره، لكن مش برلمان الثوره. لا مش برلمان الثوره. في هو في برلمان ثوره، نصف المجتمع ما يبقاش موجود. لا بس انا عاوز اوضح نقطه، عاوز اوضح نقطه بس عشان نفهمها. احنا اللي حصل ان قيل الينا من سمعنا ان هم العاده جرت في الزمان في الاحزاب ان كان الحزب بياخد اكثر الاعداد هو اللي بياخد منه رئيس المجلس، وبينزلوا بالترتيب لحد ما يصلوا الى وكيل اول ووكيل ثاني او الوكيلين. اللي حصل يا فندم ان احنا رفضنا هذا ورحنا عملنا انتخابات داخليه، وتقدم للوكيل الفئات، تقدم الاستاذ احمد الدكتور احمد السقا، لا الدكتور محمود السقا والاستاذ فؤاد بدراوي، ودخلوا واللي كسب كان الاستاذ فؤاد بدراوي، وكان خلاص مرشحنا. وفي نفس الوقت عملنا الحكايه دي بالنسبه للاستاذ محمود عبد العليم، ودخل ودخلت اخته مارجريت وحصل ان هو نجح، وبالتالي اصبح عندنا اثنين، وكنا داخلين بالاثنين. يعني بالرغم ان كل اللي بيتقال، عشان اوري حضراتكم للاسف ان في انباء ما هياش صحيحه، وده كنا داخلين بالاثنين. اللي حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فؤاد بدراوي اللي كان مرشحنا يعني نتيجه عمليه العمال والفلاحين سقط، فاصبح ما يقدرش يدخل، فبقى محمود السقا هو اللي داخل. الدكتور محمود السقا لما راح واكتشف ان بيطلبوا منه، لانه كنا متصورين اكبر الاعداء سنا الشيخ عسكر، لكن اتضح ان هو الدكتور محمود. فالدكتور محمود فضل ان يكون يرأس هذه الجلسه التاريخيه ويسيب دوره كعضو في المجلس. ده اللي حصل.